السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي. بغيت كامل قريبا عافاك تداي معايا ومع راجلي. يا رحمن يا رحيم. اي حاجة بغينا نديرها ما تتيسرش. بحالاش بنتي؟ واش تنعانيو من مشاكل مادية واخا هو خدام مزيان وانا خدامة. لا اله الا الله. تقريبا دابا شي 3 سنين اللي باش متزوجين وما عندناش وليدات. الله يفرج عليكم يا رب. امين. والحاله الماديه في فردوس انت خدامه وهو خدام. ورزق قليل. لا بحال ما كايناش عندنا البركه وديما عندنا الصداع. الله يفرج عليكم يا رب. امين. يا ربي الله يفرج عليكم انت فردوس. فردوس بنتي كتجتهدوا شويه في الصلاه في السجود في قيام الليل. صراحة لا. الله يفرج عليكم يا بنتي يا رب. امين. الله يهدينا ويهديكم جميع المسلمين يا رب. يا رب. امين يا رب. شويه في الصلاه. ان شاء الله ربي يفرج عليكم يا فردوس. يا رحمن يا رحيم. كنشكرك يا بنتي كنشكرك وان شاء الله ربي يفرج عليك. القضية ديال فردوس من مراكش هي قضية ديال عدد كبير من الأسر المغربية. كنلقاو ناس راه كيشتغل. راه كيتخلص ولكن البركه قليله. ثم كتلقى دائما السعاده غائبه. كتلقى دائما وسط الاسره كاين قله الحظ السعيد. كاين فتور عاطفي. كاين صراع بين الزوجين. يعني هناك الحياه الضنكه والعياذ بالله. هذا كثير عندنا في المجتمع. كل واحد منا له نصيب من ذلك. لكن اشنو الاسباب؟ وكيف نخرج من ذلك؟ ما هو المخرج؟ الاسباب أولا ربنا عز وجل دائما يتنزه في ملكه ويفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى كيقسم الأرزاق بين العباد كما كيقسم العلاقة الزوجية. كل امرأة كيعطيها زوج وكل زوج كيعطيه زوجة. يعني النصيب ديالك اللي جا عندك بلا ما تحاول تقارن مع الجهات الأخرى. أول مشكل كيوقع بين الأزواج اللي ما عندهم السعادة وهما الوقوع في المقارنة. الراجل مزوج مع المرأة هو خطبها النهار الأول واختارها من بيت بنات حواء، لكن من بعد كيبدا يدير المقارنة مع فلانة وبنت فلان. لو أنني تزوجت بفلانة لكان وضعي أحسن، لو تزوجت بفلانة الأخرى لكان وضعي أفضل. وهنا كيدخل لي إبليس. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيقول لنا إياكم ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا يقع حتى للبنات المتزوجة. كتقول هذا الرجل من نهار تزوجت معاه وانا في ظروف صعبة، لو تقدم لي فلان لكنت اسعد، ولو قبلت فلان الاخر لكنت احسن وضع. هذا كله من تلبيس ابليس. هذاك رزق اعطاه الله تعالى كل رجل، اعطاه الله امراته وكل امرأة اعطاها رجلها. لابد ان يقبل كل منهما الاخر ويرضى ولا يشترط ولا يبقى يقول لو ثم لو. لنا قدر، هذاك هو قدرك. لو رجعنا الى الوراء وقال لك الله عز وجل اعد الاختيار مرة ثانية وثالثة ورابعة، سيكون اختيارك هو نفس اختيارك، لانه قدر مبرم مكتوب. فارضى، ارضى بالنصيب وتعيش بسعادة. بنتي فردوس الرزق راه ممكن يكون قليل في العدد ديالو وكثير في بركته، ويقدر يكون العكس. الرزق باش يكثر في البركه ربنا عز وجل امرنا اولا الذي لا يصلي راه مقطوع البركه. الى شعر الانسان بانه مقطوع البركه ماذا عليه ان يفعل؟ يجتهد في الصلاه. ملي كيصلي الانسان وكيواظب على الصلاه، الصلاه صله بينه وبين خالقه. لان كل نهار كتدق على الله على بابه 5 مرات في اليوم. تتوضا وتقبل على الصلاه وتترك ما حولك من العائلة والأحباب والمقربين كلهم وتنصرف كلية إلى الصلاة. هذا دليل على أنك من أهل الله. فحاشا وكلا أن الله تعالى يتركك هملا. إلا كان ربنا عز وجل يرزق المشرك على إشراكه ويرزق الكافر على كفره، بل ويرزق الملحد على إلحاده، بل ويرزق حتى المذنب
الفاسق على فسقه وذنبه عاد انت اللي كتصلي لا ما يرزقكش حاجه، ولكن لابد ان يرزقك. البركه كتكون ديال الرزق في ان الانسان يعطي صدقات على قدر ما يستطيع، رغم انه ضعيف يعطي صدقات ويبتعد عن المحرمات. اذا كان الله يحفظنا واياكم ربا، كان الله يحفظنا واياكم الاختلاس، كان الله يحفظنا واياكم اشياء مثل هذا القبيل، تمنع البركه وتمحقها. فالانسان ما شاء الله البركه يحرص على ان ياخذ المال من طريقه المشروعه بعرق جبينه، ثم يتصدق به ويحافظ على صلاته، ويزيد عن ذلك قيام الليل اذا شعر بان هناك فتور وضعف وعراقيل نرفعها جميعا. اي نعم هناك الاسباب وهناك المسببات، وربنا اكرمنا بعقل واكرمنا بمنطق لكي نحلل ونرتب الاولويات، ولكن فوق هذا كله هناك رحمه الله الواسعه التي تدركنا بالطافه الخفيه حينما يقوم العبد الى ربه بالليل والناس نيام، يتوضا ويقول يا ربي اني عجزت، اني ضعيف، اني مقهور، يا رحمن يا رحيم اني لا احسن التدبير فدبر لي اموري، يا ربي اني لا احسن الاختيار فاختر لي من عندك، يا ربي كل ولي وكل نصير. وغتبقى تدعي الله سبحانه وتعالى. هنا كن متاكد بان الخبيزه غتخمر وغتجي من يديك معززه مكرمه بلا تعب ولا مشقه، لانك دققت باب مالك الملك وعطيتك الله البركه. بنتي فردوس بغيتك تجتهدي من الان مع الزوج ديالك للصلاه، شجعيه انك تصلي انت وياه، هو الامام وانت المامومه خلفه. نبداو في الاول غا في البيت، نصلوا غا في البيت، ومن بعد نزيدوا الى الامام ونمشوا معا الى المسجد، نسمع الوضوء، نسمع الاذان، فنقوم للوضوء وتمشي انت وياه للمسجد، ويدخل الى مسجد الرجال وانت الى مسجد النساء، وفي سجودكما ادعوا الله تعالى انه يكرمكم بالدرية الطيبه وبالحمل القريب. هذه طرق بسيطه جدا، اذا قمنا بها فيها اجر وفيها ثواب، فيها طمانينه في القلب. ثم حاجتك مقضيه، حاجتك مقضيه، حاجتك مقضيه باذن الله. لالا فردوس الله يفرج عليكم يا بنتي، اسال الله تعالى ان يؤلف بينك وبين زوجك، ويجعل بينكما سعاده وموده ورحمه مستمره ومتواصله، واسال الله تعالى ان يبشركم بحمل قريب، ويرزقكم رزقا واسعا حلالا طيبا، ويجعلكم من المقيمين للصلاه في وقتها، ومن التالين للقران الكريم اناء الليل واطراف النهار، وجعلكم الله تعالى من اهله وخاصته. يا رب كل من قال امين ارزقه مثل ذلك وزياده. اللهم امين يا رب يا كريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير عمك قريبين؟ الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. انا هي ذاك انا هي رجاء اللي كنت هضرت مع قبل من الصوره، قلت لك اختي كانت كطيح عندها مس. اياه بنتي عقلت عليك اياه. اختي باقي هاد الايام الناس اللي طاحت، وكاينه لوسته تاهي كطيح، وكانت واحد مرت خواتي كطيح ولكن ولات باشا الحمد لله، ولكن وحده لوسته واختي باقي كيطيحوا بزاف، وداك الشما باش تحيد ما عرفناش. لا اله الا الله. الله يفرج عليكم بنتي رجاء. وواحد الدعوه للوالد الله يرحمه والعائله كامله ان شاء الله وعلى جميع المسلمين. يا رحمن يا رحيم يا رب يا كريم. شكرا لك رجاء، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. كنذكر بان الهيئه المسؤوله على الاعلام ببلدنا كان وجدت لنا واحد التعليمات باننا لا نتحدث عبر هذه الاذاعه عن قضايا الرقيه والصرع والمس والجن، وكذلك عن تفسير الاحلام. وهذا الغرض منه هو توجيه عقول الناس واهتماماتهم إلى حياتهم الواقعية المعيشية، وأن ندبرها بعقلانية وبما هو متعارف عليه. لكن للرجاء نطلب الله سبحانه وتعالى لأخواتك الشفاء هذه الحالات المرضية ديال المس. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى إرشادات مهمة. أول شيء هو قال للمرأة التي كانت تصرع، قال لها إن صبرت لك الجنة. هذا من أعظم أنواع
العلاج ممكن نقول لك ثلاث أشياء أساسية نستعملها وربي سبحانه وتعالى غيجيب الفرج. الأمر الأول هو أن الإنسان يقرأ صباح مساء ما يتعلق بالتحصين الحصين، وكلنا مطالبين بذلك. كل صباح ومساء عندنا أذكار نقرأها في الصباح والمساء، الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والأدعية المأثورة. حينما نستيقظ صباحا نبدأ بالقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده، ونقول الإشهاد، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم نذكر الأدعية المأثورة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لأمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغيرها كثير من الأدعية المأثورة في السنة النبوية الشريفة المطهرة. نحفظ منها بعض الأذكار الواردة عن النبي الكريم داخل في الحصن الحصين، تحصين لذاتك ولأولادك ولمالك. ثم نقرأ ما تيسر من كلام الله، على الأقل الإخلاص وسورة الكرسي والمعوذتين، هذا ما ينبغي أن نقرأه على الأقل. الأمر الثاني وهو أن الإنسان يتجنب أنه يبقى يتجول ما بين الرقات من هذا إلى ذاك إلى ذاك. علاش؟ لأن النبي الكريم قال لنا 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يعني حسن التوكل على الله، هذا من العلاج، أن الإنسان يتوكل على خالقه ولا يتوكل على مخلوق ضعيف مثله. حتى أن الراقي الشاطر هو دائما يعلم المرضى حسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الثالث وهو أن الإنسان إذا قدر الله تعالى وبقى على حاله، دار التحصين الحصين، دار الجهود اللي فيه، ولازال مريض، ليصبر ويحتسب. هذه هي الوصية التي أوصاها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الصحابية التي كانت تصرع، فقال لها إن صبرت لك الجنة، إن تصبر وتحتسب. فقالت له يا رسول الله إني أتكشف يتعرى. فقال دعا الله تعالى ألا تتكشف فلم تعود تتكشف. وقيل بأن صبر هذاك كان هو علاجها، ملك يصبر الإنسان، الصبر مفتاح الفرج. كم من واحد صبر واحتسب فجاءه الفرج. دائما بنت رجاء المريض نقول له كرر الذكر المأثور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملي كندير الأسباب كلها وكانت تغلب وما كنلقاش نتيجة، لا أشتكي ولا أتذمر ولا أيأس، وإنما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذكر معناه لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله. أي واحد في أي مجال إذا دار الأسباب كلها، دار اللي عليه ولكن ما لقاش نتيجة، يكرر هذا الذكر. وخصوصا المرضى اللي كيداووا وكيصرفوا مصاريف كثيرة للعلاج ديالهم ولكن ما كيلقاوش نتيجة، يقول هذا الذكر. وخصوصا الناس اللي عندهم هاد الأمراض ديال المس، أنه إذا ما لقاش نتيجة فليكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله لقال باليقين وبالصدق وبالإخلاص، ما هي إلا أيام معدودات وسوف يرى أثر وبركة هذا الذكر، لأن فيه سر من أسرار الله. لالا رجاء الله يشافي الأخوات ديالك يا ربي، ومتعهم بالصحة والعافية، ويرحم الوالد ويسكنه فسيح الجنات، وإن لله وإن إليه راجعون.